عاملين ايه يا جماعة يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل المحشي عندنا فلفل وكوسة وبتنجان وطبعا الفلفل بيبقى اسهل حاجة بشيل الجزء اللي فوق ده واقوم بعد كده اشيل القلب بيبقى سهل جدا في الحشو الكوسة في حاجة بس حابة اقول لكم عليها لما باجي اقشرها بقشرها بظهر السكينة بتبقى اسهل بدل ما اقشرها بالحتة الحادة يعني وطبعا ابقى حذرة وانا بقورها عشان ما تتشرخش مني او تتكسر وبنقي الحجم صغير حجمها هي والبتنجان بيبقى الاحجام صغيرة عشان يبقى شكلهم حلو كده في الطبق وتبقى الواحدة يعني ناكلها على مرتين بدل ما يبقى تبقى كبيرة يعني البتنجان بضغط عليه بايديا بالشكل ده اللي بيحصل بقى بيبقى سهل ان القلب بتاعه يتشال بالمقوار بيبقى سهل جدا وما بيتكسرش مني ولا بيتشرخ فالكمية كلها بعملها كده بضغط عليها كده وبعدين اقوم اوراها بتبقى الدنيا سهلة معي بنعمل بقى الكمية كلها طبعا يستحسن نقور قبلها بيوم عشان المحشي بياخد مننا مجهود كبير يعني يعني انا لما بجيبه بالليل كده اسهر اجهز اقوره كله واقوم غسلاه بالمية والخل واسيبه يتصفى والخلطة بكون مجهزاها في الفريزر بعمل كمية واشيلها في الفريزر بطلعها بتبقى الدنيا سهلة بقى لان بصراحة بياخد وقت كتير ومجهود كتير ان احنا نعمله في يوم واحد خلاص كده الكمية كلها خلصت زي ما قلت هو الوقت كله بتاعه بيتاخد في التقوير الفلفل طبعا جميل 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 اشيل كده واشيل القلب وخلاص خلص ما بياخدش اي وقت حتى سهل في الحشو برضو غير ان طعمه بيبقى جميل في الاكل المشكله بقى لو ايه بيبقى ساعات في النص كده في فلفلايه حراقه تخلي الحله كلها مشطشطه كده الكميه خلصت هغسلها بالميه والخل واسيبها تتصفى عندي هنا الخلطه بتاعه المحشي اللي انا شايلها في الفريزر عاملاها وشايلاها بالتوابل بتاعتها وقايلها لكم بالتفصيل في الفيديو بتاع محشي ورق العنب هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان ترجعوا تشوفوا الخلطه اتعملت ازاي بتسهل عليا كتير بقى لما تكون ايه معموله جاهزه الرز بتاعي لازم اكون نقعاه حوالي ساعتين بعد ما بنقعه ساعتين بصفيه وعشان بقى ابتدي احطه على الخلطه واحشي بقى وانا بحط الرز على الخلطه لازم يبقى عندي نص كوبايه زيت زيت ذره زيت دوار الشمس الزيت بيعمل ايه بيخلي الرز مفلفل ما بيخليهوش معجن جوه المحشي طبعا الخلطه بتاعتي فيها التوابل فيها الملح بتاعها متظبط اللي حابب يحط شطه بيحط لو عندنا شويه خضره طازه شبت بقدونس كسبره بنقوم مقطعينهم فوق الوش ما عندناش خلاص لان هي اوريدي فيها شبت وبقدونس وكزبره مفيش مشكله يعني الحله حطيت فيها بصل وطماطم كده خلاص كل حاجه جاهزه هو بس نحشي وخلاص ببتدي احشي الباذنجان ما بملهاش للاخر عشان ادي فرصه للرز ان حجمه يتضاعف عشان ما يطلعش من المحشي ويبقى مالي الحله ساعات الرز بيبقى كتير كده طالع بره المحشي ومالي الحله الحله كلها تبقى رز فبنعمله ما بنملهوش للاخر زي ما قلت لكم وانا بحشي بخلي البتنجان هو اول حاجه في الحله من تحت يعني يعني فوق الطماطم والبصل ارص البتنجان بتاعي لان بياخد وقت في السوى عكس الكوسه ما بتاخدش اي وقت فانا بحشي الكميه كلها وبعدين ارتب بقى ايه الدنيا بقى يعني احط طبق البتنجان بعدي الفلفل بعدي الكوسه طبعا كل حاجه من دي ليها طعم مميز لو فاض عندي شوية رز يا اما بسويهم زي الرز العادي بميه في حله يستوي يا اما زي ما انا عملت كده جبت طماطم وبالمعلقه ببتدي اشيل قلب الطماطم طبعا بتبقي طماطم جامده مش مستويه اشيل قلب الطماطم كده عشان تبقي جاهزه للحشو بتبقي حلوه برده في الحشو بتبقي جميله عشان مرميش شوية الرز اللي هيفيده ممكن يكونوا شوية صغيرين ما يعني ان انا احطهم في حل على النار فاقوم حشية بيهم الطماطم وخلاص بجيب بقى الماجي اللي عملناه قبل كده مع بعض احطها في مية سخنة بتغلي مية بتغلي على النار عشان اسقي بيها المحشي طبعا لو احنا عندنا شوربة خلاص أه ما بنستعملش بقى مية ولا ماجي بنستعمل الشوربة بنحطه على النار هو كده خلاص هحطه بقى على النار تبقى النار عالية بيبتدي يغلي لما بيبتدي يغلي كده بوطي بقى عليه البوتجاز ما بياخدش وقت لان الرز احنا نقعينه بيستوي بقى بيبقى طبعا جميل جدا بسيبه يتهوى شوية واقوم غرفاه في الطبق بيبقى حلو جدا وطبق كده ملون وطعمه حلو قوي من احلى الاكلات وبالهنا والشفا ويا رب